بيبدأ الفيلم مع براين واللي كان رايح عشان يشتري لبنته كيم هدية بمناسبة عيد ميلادها، وبيقرر يشتري لها جهاز كاريوكي لأنها بتحب الغنى. وبعدها بيروح البيت وبيغلفه وهو فرحان إنه هيفاجئ بنته بالهدية اللي هتحبها. ويوم عيد الميلاد بيروح الحفلة اللي معمولة في بيت طليقته إلينور، ولما بتشوفه كيم بتجري عليه وهي فرحانة جدا، ولما بتشوف الهدية بتبقى مبسوطة. ووالدها بعدها بيصورها بالهدية، وجوز والدتها بيقدم لها الهدية اللي جابها لها واللي بتكون عبارة عن حصان والكل بيبقى مذهول بيه. ولما بيمشي براين وبيروح البيت بيفضل يبص لصور بنته من وهي صغيرة لحد ما بقى عندها 17 سنة، وساعتها بيلاقي كل أصحابه القدام من أيام ما كان في الجيش جايين عشان يسهروا معاه. وبعدها بيقول له صديقه سام إن هو عايز مساعدته وإنه عنده مهمة ليه، وبنعرف إن براين ما بقاش يشاركهم أي مهمات حماية من فترة، لكن المرة دي بيوافق بس عشان خاطر سام. وبيقول له سام إن المهمة عبارة عن حماية مغنية مشهورة لحد ما يوصلوها المسرح بتاعها، وبعد الحفلة هيوصلوها للبيت. وفعلا بيجي يوم الحفلة وبراين بيكون هو المسؤول عن حمايتها لحد ما بيوصلها للمسرح. وهناك بيقول للمغنية إن بنته هي كمان نفسها تبقى مغنية، وبيسألها لو عندها أي نصيحة ليها، فبتقوله إن هو لازم يخليها تدور على وظيفة تانية أحسن. وبيفضل براين مستني المغنية وهي على المسرح، لكن فجأة بيلاقي بوابة لسه مفتوحة وكل المعجبين بيدخلوا منها وبيجروا على المغنية، والفريق كله بيحاول يحميها. وبراين بياخدها عشان يدخلها عربتها، لكن فجأة بيهجم عليها واحد بالسكينة وكان عايز يقتلها، لكن براين بيقدر يضربه وبيدخلها العربية وبيقدر ينقذها. وبعد ما بتروح الفندق بتدي براين الكارت بتاعها ورقم مدير أعمالها، وبتقوله إن هي ممكن تساعد بنته عشان تحقق حلمها، وبتشكره إن هو أنقذها. وتاني يوم بيروح براين عشان يقابل كيم في المطعم، وبيلاقي طليقته جاية معاها، وبتقوله كيم إن صديقتها هتروح باريس لابن عمها عشان تقضي الأجازة هناك، وبتطلب منه تروح معاها. وعشان هي لسه ما كملتش 18 سنة بيبقى لازم إذن والدها عشان تقدر تسافر لوحدها، وبتحاول كيم إن هي تقنعه إن هو يوافق بأي طريقة. وطليقته بتحاول تخليه يمضي على الورقة، لكن براين بيبقى معترض وبيقولها إن هو مش هيقدر يخليها تسافر لوحدها لأن ده مش أمان، وبيوعدها إن هو هيفكر في رحلة تانية ليها. لكن كيم بتبكي وبتزعل وبتمشي قبل ما بيقولها على موضوع المغنية اللي عايزة تقابلها. وبعدها إلينور بتطلب منه إن هو يبطل يزعلهم ويزعل بنته، وبتقوله إن هو مش بيحاول يفرح بنته من أيام ما سابهم ساعة ما كان شغال في الجيش وفضل خدمة بلده على حسابهم، وبتسيبه هي كمان وتمشي. وبعد تفكير كتير بيروح براين لبنته وبيقولها إن هو موافق على رحلتها، لكن بشرط إن هي تقوله على كل تحركاتها، وبيديها موبايل عشان تبقى على تواصل معاه دايما. وكيم بتبقى فرحانة جدا إنه وافق إن هي تسافر مع صديقتها أماندا لفرنسا، وبعدها بياخدها عشان يوصلها للمطار بنفسه. وهناك بياخد باله إن كيم معلمة على أماكن كتير، وبيفهم إن الرحلة مش لفرنسا بس، وإنها ناوية تلف أوروبا كلها وإنها كذبت عليه. وساعتها بتجري كيم على أماندا صاحبتها، ووالدها بيلوم إلينور لأنهم كذبوا عليه، فبتقوله إلينور إن هي لو كانت قالت له على تفاصيل الرحلة ما كانش هيوافق لأنه دايما بيخاف عليها، وبتقوله إنه لو منعها من السفر دلوقتي بنته هتزعل منه للأبد ومش هتسامحه، فبيضطر إن هو يوافق على سفرها وبيودع بنته. وبعدها بتوصل كيم لفرنسا وبيقابله هناك واحد اسمه بيتر، وبيطلبوا منه إنه يصورهم بالموبايل بتاع كيم، وبيقولهم إن هما ممكن يتشاركوا في تاكسي واحد لأن التاكسيات هنا غالية جدا، وبيتفق معاهم إنه يوصلهم هما الأول وبعدين هو هيروح على بيته. وفعلا بيوافقوا، وبكده بيقدر بيتر ان هو يعرف المكان بتاعهم بكل سهولة. وبعدها بيعرف منهم ان هم عايشين في شقة لوحدهم، وان الشقة بتاعت ابن عم أماندا وهو مسافر حاليا ومش موجود. وبعدها بيتفق معاهم ان هو يقابلهم تاني بالليل وبيطلعوا الشقة بتاعتهم. وبعد ما بيسيبهم بيتصل بواحد وبيقول له ان العنوان ده في بنتين عايشين في شقه لوحدهم. وساعتها كيم واماندا بيكونوا في الشقه وبيرتاحوا من السفر، وكيم بعدها بتطلع الموبايل عشان تتصل بوالدها زي ما اتفقوا لانها اتاخرت عليه، فبيقول لها ان هو كان قلقان عليهم جدا وعايز يتكلم مع واحد من عيله اماندا عشان يطمن. فبتعتذر له كيم وبتقول له ان مفيش حد فيهم موجود لان كلهم سافروا وهي ما كانتش تعرف، وبتروح تتكلم مع والدها بعيد عن اماندا اللي كانت مشغله موسيقى بصوت عالي، لكن فجاه بتشوف عصابه في الشقه بتاعتهم وبيخطفوا اماندا قدام عينيها، وبتخاف جدا وبتقول له والدها على اللي بيحصل، فبيطلب منها ان هي تهدى وبيقول لها ان هم يخطفوها دلوقتي وما تحاولش تقاوم عشان ما ياذوهاش، وبيقول لها تركز على اي تفاصيل هتشوفها في الناس اللي هيخطفوها قبل ما ياخدوها، وبيسالها اذا كانت قابلت اي حد غريب في المطار، فبتقول له انهم قابلوا واحد اسمه بيتر وتعرف عليهم ووصلهم لحد البيت.
فبيفهم ان هو ليه علاقة بالعصابة، وبعدها بيطلع جهاز تسجيل عشان يسجل المكالمة واي كلام هتقوله بنته، وبيطلب من كيم ان هي تستخبى تحت السرير وتفتح السماعات الخارجية للموبايل، وبيسمع براين العصابة واللي كانوا بيتكلموا باللغة الألبانية، وبتفتكر كيم ان هم مشوا من الأوضة، لكن فجأة بيسحبوها من تحت السرير وبتتخطف، وبتعمل فعلا زي ما والدها قال لها، وبتقول على اي تفاصيل شافتها في العصابة، وبتقول له ان واحد منهم بدقن وعامل وشم هلال ونجمة على ايده اليمين، وبعدها صوتها بيختفي لانهم خدروها. وبيسمع براين صوت حد فيهم مسك التليفون بعد ما لقاه تحت السرير، فبيقول له براين انه لو ساب بنته دلوقتي مش هيطاردهم وهيسيبهم في حالهم، لكن لو اخد بنته هيكون كابوس ليهم كلهم وهيتمنوا يموتوا قبل اليوم اللي هيلاقيهم فيه. فبيقول الخاطف ان هو بيتمنى له حظ سعيد انه يلاقيهم، وبيقفل المكالمة. وبيفهم براين وقتها ان هو لازم يرجع بنته بنفسه، وفي الطريق بيتصل بصديقه سام وبيقول له ان هو هيبعت له تسجيل ومحتاج يعرف كل المعلومات اللي فيه، وبيقول له على اللي حصل، وبيروح بعدها البيت إلينور، وهناك بيسأل جوز طليقته لو كان لي اي اعداء في فرنسا او البانيا، لان براين بيكون عارف ان هو ليه شغل غير شرعي في اوروبا، وبيهدده لو حصل اي حاجة لبنته مش هيسيبه في حاله. فبيقول له جوز طليقته ان هو ملوش اي اعداء في البلاد دي، وبيطلب منه براين ان هو يحجز له اسرع طيارة لفرنسا، وبيفضل يدور في غرفة كيم على اي حاجة ممكن تساعده، وبيتصل بسام بعدها وبيقول له ان اللغة الالبانية اللي العصابة كانت بتتكلم بيها لهجة نادرة واللي بيتكلموا بيها عدد قليل جدا في فرنسا، وان اخطر واحد فيهم اسمه ماركو، وده رئيس عصابة خطيرة متخصصة في خطف البنات والمتاجرة بيهم، وبيقول له ان هما قبل ما يبيعوهم بيحولوهم لمدمنين عشان يقدروا يتحكموا فيهم، وبعدها بيبيعوهم للي بيدفع اكتر في مزادات سرية، وبيعرفوا ان هو قدامه 4 ايام بس عشان يلاقيها، والا هيتم بيعها لاي مكان في العالم ومش هيقدر يلاقيها ابدا. وبعدها فعلا بيطلع براين على طيارة عشان يسافر لفرنسا عشان يرجع بنته بنفسه باي طريقة، وطول الرحلة بيفضل يسمع التسجيل بتاع بنته لحد ما بيوصل لفرنسا، وبيوصل للشقة بتاعت بنته، وبيدخل الشقة عن طريق الشباك، وبيفضل يفتش في كل حاجة هناك، وبيتصور ازاي عملية الاختطاف حصلت، وبيلاقي موبايل كيم مرمي ومكسور، فبياخد كارت الذاكرة منه وبيروح يشغله في جهاز عشان يعرف يشوف الصور اللي عليه، وبيلاقي في صورة من الصور بنته متصورة مع أماندا، وبيبان في الإزاز اللي وراهم الشخص اللي بيصورهم، واللي بيكون بيتر اللي قابلهم في المطار، وبيروح بعدها براين على المطار وبيلاقي هناك بيتر بيعمل نفس القصة على بنت تانية، فبياخده في تاكسي وبينزل ضرب فيه عشان يقوله على كل حاجة، لكن فجأة واحد بيسحب براين، لكن براين بيقدر يضربه بكل سهولة، ولما بيرجع لبيتر بيلاقيه هرب من العربية، ولما بيجري وراه عشان يمسكه فجأة عربية بتخطفه وبيموت فورا، وبيحاول بعدها يعرف من صديق ليه في فرنسا اسمه جون اي معلومات عن الالبانيين اللي في فرنسا، فبيقوله على المكان اللي بيبقوا موجودين فيه دايما. وبعدها براين بيأجر عربية وبيروح فورا للمكان، وبياخد معاه مترجم بيتكلم الباني وبيقوله يفضل في العربية وما يتحركش، وبيروح بعدها للمكان اللي قاله عليه جون، وبيحاول يعمل مشكلة مع واحدة من البنات اللي واقفين هناك عشان يجيله الراجل اللي مشغلها ويتخانق معاه، وبيقدر براين ان هو يزرع جهاز تصنت في لبس الراجل وبيعتذر له بعدها عشان يسيبه، ولما بيرجع للمترجم بيطلع جهاز وبيقول له يترجم كل الكلام اللي بيسمعه، لحد ما بيسمعهم بيتكلموا عن حاجة سرية اسمها البضاعة الطازجة، وبيعرف ان هم هيتحركوا للمكان ده حالا، فبينزل براين المترجم وبيمشي ورا عربية الراجل اللي زرع فيه الجهاز لحد ما بيوصل مكان بناء، وبيعرف ان ده المكان اللي بيتاجر فيه الراجل ده في البنات، وفعلا بيدخل المكان عشان يدور على بنته هناك لحد ما بيلاقي الجاكيت بتاع بنته جنب واحدة من البنات، فبيمسكها وبيسألها عن صاحبة الجاكيت ده، لكن البنت بتبقى مش في وعيها بسبب المخدر اللي العصابة اديته لها، وبيقولها ان هو هيخرجها من المكان ده، لكن فجأة بيظهر واحد من العصابة وبيحاول يضربه، فبيقدر براين ان هو يضربه بالسلاح، وبيسمع باقي العصابة الصوت وبيعرفوا ان في هجوم عليهم، وكلهم بيستخدموا اسلحتهم عشان يضربوا على براين، لكن براين بيقدر ياخد عربية من هناك وبيهرب هو والبنت اللي كانت لابسة الجاكيت، ورجالة العصابة كلهم بيجروا وراهم بالعربيات، لكن براين بيقدر يهرب منهم كلهم، وساعتها بنعرف ان واحد تبع جون صديقه بيراقبه وبيبلغه بكل حاجة، لكن اول ما براين بيشوفه وبيفهم ان في حد بيراقبه وبيقدر ان هو يهرب منه، وبيروح بعدها فندق تبع واحد من اصحابه وبياخد غرفة من غير اي بيانات ليه، وبياخد البنت اللي معاه وبيحاول يفوقها من اللي هي فيه، وتاني يوم بيتصل به جون وبيقول له ان هو عايز يقابله، وفعلا بيخرج براين وبيتصل به، وقبل ما يوصل لجون بيقول له ان هو شايفه قدامه ولو عايز يقول له اي حاجة يقولها له في التليفون،
وبيبقى شاكك ان جون عايز يقبض عليه عشان ما يسببلوش اي مشاكل في المدينه. وفعلا بتكون رجاله جون في المكان وبيحاولوا كمان يعرفوا مكان براين عن طريق المكالمه عشان يقبضوا عليه، وجون بيحاول يطول المكالمه عشان يعرفوا مكانه، وبيقول له ان هو لازم يرجع لبلده فورا لان براين قتل لحد دلوقتي 7 اشخاص وثلاثه مصابين، وكل ده بسبب ان هو بيدور على بنته، وبيقول له ان دي مش الطريقه السليمه عشان يرجع بنته. فبيقول له براين ان بنته للاسف مش هترجع الا بالطريقه دي، وبيقول له ان هو هيتصرف بعد كده من نفسه ومش محتاج اي مساعده، وانه هيدمر المدينه كلها لو ما قدرش يرجع بنته. وساعتها بتكون الشرطه عرفت مكانه، ولما بيروحوا على المكان بيلاقوه كان بيكلمهم عن طريق تليفون تاني في مكان تاني خالص عشان ما يعرفوش مكانه، وبيفهم بعدها ان لا جون ولا اي حد هيقدر يساعده، وانه خلاص بقى لوحده ولازم يعتمد على نفسه بس عشان يلاقي بنته. وبيرجع بعدها للفندق، وساعتها بتفوق البنت اللي انقذها وبتبقى منهاره ومصدومه بسبب كل اللي حصل لها. فبيحاول براين يهديها وبيقول لها ان هي بقت في امان وبعيد عن العصابه، وبعدها بيسالها عن بنته وبيوريها صورتها، فبتقول له ان هي شافتها في بيت الباب بتاعه كان احمر، وان بنته كانت طيبه جدا وهي اللي ادت لها الجاكيت بتاعها لانها كانت بردانه جدا، وبتقول له ان اخر حاجه كانت فاكراها ان هي كانت رايحه مع بيتر لحفله خاصه، لكن ساعتها ظهر مجموعه من رجاله العصابه وخطفوها. فبيروح بعدها براين للبيت اللي البنت وصفته، وبيدخل وبيقابل واحد من الرجاله هناك وبيقول له ان هو جاي عشان يقابل الزعيم بتاعهم، وبيديه الكارت بتاع جون وبيتنكر كانه واحد من الشرطه، وفعلا بياخده للزعيم بتاعهم واللي كان مع رجالته، وبيقول لهم ان هو جاي عشان يطلب منهم زياده في الفلوس اللي بيدفعوها كرشوه للشرطه، وبيسال عن ماركو اللي كان صاحبه سام قال له عليه، لكن محدش بيقول له على اي حاجه، وبيحاول يهددهم عشان يتكلموا، وبيقول لهم ان هم لازم يدفعوا فلوس اكتر بسبب الجرائم الكتير اللي بيتستر عليهم فيها. وفعلا بيديله فلوس، وبعدها بيديلهم ورقه مكتوب عليها حظ سعيد باللغه الالبانيه زي ما اللي خطف بنته قالها له في المكالمه، لحد ما بيلاحظ ان واحد منهم فعلا صوته زي صوت الشخص اللي كلمه في التليفون، فبيقول له ان هو وعده انه هيلاقيه وهيقتله، وبيبدا يضربهم كلهم وبيخلص عليهم واحد واحد، وبينام تحت واحد عشان يحمي نفسه، واي حد بيدخل بعدها من الباب مش بيشوفه، وبيضرب عليهم النار وبيخلص عليهم كلهم، لكنه بيلاقي اماندا ميته بسبب المخدرات اللي العصابه ادتها لها، وبيخاف ان بنته يكون حصل لها نفس اللي حصل لاماندا، وبياخد معاه ماركو وبيربطه وبيفضل يضرب فيه عشان يعترف له بمكان كيم، لحد ما بيكهربه وبيقرر ماركو ان هو يعترف له، وبيقول له ان بنته اكيد اتباعت لانها كانت عذراء وانهم بيبيعوهم لرجال الاعمال، وبيقول له ان المسؤول عن بيعهم واحد اسمه باتريك، وبعدها بيسيبه براين وهو بيتكهرب لحد ما بيموت، وبيروح بعدها لبيت صديقه جون وبيقعد معاه قدام مراته، وبيقول له على اللي العصابه عملته بعد ما شافوا الكارت بتاعه، وده معناه ان هو على علاقه بالعصابه واللي بيعملوه، وانه كان ممكن يساعده من الاول عشان يرجع بنته. فبيعتذر منه جون عشان يروح الحمام، ولما بيدخل بياخد المسدس بتاعه وبيرجع تاني لبراين، وبعدها بيهدد جون بالسلاح عشان يروح معاه للمطار عشان يخليه يسافر لبلده تاني، وبيقول له ان الشرطه هتقبض عليه وان دي اخر فرصه ليه. فبيقول له براين ان الشغل في المكاتب خلاه ينسى وزن المسدس اللي ما فيهوش رصاص، وبيطلع براين المسدس بتاعه وبيضرب مرات جون في دراعها بالرصاص، وبيقول له ان هو لو ما عرفش باتريك موجود فين الرصاصه الجايه هتكون في دماغ مراته. فبيدخل جون على بيانات الشرطه بيجيب له بيانات باتريك كلها، وبعدها بيضربه براين وبيخليه يغمى عليه، وبيروح بعدها براين لعنوان باتريك عشان يدور على بنته، وبيدخل البيت بتاعه فعلا وبيتنكر كانه ظابط، وبيفضل يراقب باتريك لحد ما بيلاحظ ان هو نازل للبدروم بتاعه، فبيروح وراه وبيضرب واحد من الموظفين عشان ياخد مكانه، وبيدخل بعدها الغرفه فيها رجل اعمال بيشارك في المزاد عشان يشتري بنت من البنات، وبيفضل براين واقف ورا الراجل لحد ما بيلاقي بنته بتتعرض قدامه للبيع، فبيهدد رجل الاعمال بالسلاح بتاعه عشان يخليه يشتريها، وبعدها بيخلي الراجل يمشي قدامه، لكن اول ما بيخرج بينضرب على دماغه وبيغمى عليه، وبعدها بيفوق وبيلاقي نفسه مربوط قدام باتريك، وبيقول له هو مين بالظبط وشغال مع مين، فبيقول له ان هو ابو البنت اللي اتباعت في المزاد، فبيقول له ان الموضوع خرج من ايده لان البنت بالنسبه له عباره عن تجاره مش اكتر، وبيامر رجالته يخلصوا عليه، لكن براين بيقدر يكسر الماسوره اللي كان مربوط فيها. وبعدها بيضرب كل اللي حواليه وبيخلص عليهم، وبيروح ورا باتريك وبيضربه عشان يقول له على مكان رجل الاعمال اللي اشترى بنته، وبعدها بيخلص عليه، وبيجري بعدها عشان يلحق الراجل قبل ما يمشي باليخت بتاعه، وبيشوف بنته وهي بتدخل اليخت، وبعدها بيبداوا التحرك، لكن براين بيقدر ان هو يقفز من على كوبري لليخت، وبيبدا يقتل كل اللي على اليخت،
لكنه بينصب رصاصة، وبيكمل براين لحد ما بيوصل للمشتري اللي اشترى بنته واللي بيكون ماسكها وبيهدده ان هو يقتلها لو اتحرك. لكن فجأة براين بيضربه رصاصة في دماغه وبيخلص عليه عشان يقدر اخيرا ان هو ينقذ بنته اللي كانت هتروح منه، وبيحضنوا بعض وهو مش مصدق ان هو قدر يوصل لها اخيرا وينقذها. وبيرجعوا بعدها لوالدتها اللي بتعتذر له لانه كان عنده حق وهي ما صدقتهوش. وبعدها بمدة بيعمل لبنته مفاجأة وبياخدها البيت المغنية اللي بتحبها، وهي كانت فرحانة جدا ومش مصدقة عينيها، وبراين هو كمان بيبقى فرحان لان بنته بقت معاه اخيرا. بس كده، وده كان فيلمنا النهاردة. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.